هاي، وضعية النوم ممكن يكون لها آثار كبيرة على نوعية النوم وعلى الصحة على المدى الطويل. النوم الجانبي هو الوضع الأكثر شيوعاً، وتنصح النساء الحوامل وأي شخص بيعاني من الارتجاع بالنوم على الجانب الأيسر، لأنه المعدة بتكون تحت المريء بهالوضعية. أما يلي بيعانوا من أمراض القلب فمن الأفضل يناموا على جانبهم الأيمن لتخفيف ضغط على قلبهم. من مخاطر النوم على الظهر توقف التنفس خلال النوم، لأنه الأنسجة الرخوة بالحلق ترتخي وبتسكر مجرى الهواء، فبتسبب الشخير وتوقف التنفس، بتعطل استمرارية ونوعية النوم، وبتزيد خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وخطر النوم خلال القيادة. أما ليلي بيعانوا من آلام الظهر والرقبة فالنوم على الظهر هو الخيار الأفضل. مين قال إنه النوم على البطن بيزيد آلام الرقبة والظهر وممكن يسبب تقويس العمود الفقري وظهور التجاعيد بسبب الضغط على الوجه؟ أنا قال. شوفكم بكره.